اتفضل. قريبة أيضا من رئيس الزمالك بيغازل الرأي العام. صح. رئيس نادي الزمالك من مصادر قوية جدا جدا جوه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، قال لك اللي جالي من الزمالك القايمة بتاعة المباراة، واللي جالي من الزمالك خطاب بيقول لك عندنا قال يعني قلقانين من بعض الأمور. واللي بيبعت واللي بيبعت بيقول قلقانين، معناه مسافر بس عايز يزيل حالة القلق. لا وده حاجة تانية، اه كمان وافق على موعد التدريب. يعني الملعب اللي هيقام عليه المباراة في حصتين اساسيتين للتدريب، حصه للزمالك وحصه للترجي، هو ما اعترضش. يعني على التدريب وافق على الميعاد. ملتزم بموعد السفر ومواعيد التدريبات وكل حاجه في الامان. وكل حاجه في الامان، يعني انت ما قدمتش اي اعتراض على اي برنامج او اي خطوه خدها الكاف. انت قلت كل اللي انت بعته وتقول احنا عندنا بعض قلاقل، بعض قلقانين من بعض الامور. تمام. بس خد بقى المفاجأة دي. طبعا كده ده الاتحاد الافريقي كده ما عندوش اي حاجة رسمية تقول ان الزمالك مش هيلعب السوبر خالص نهائي، مفيش. اللي بيقوله رئيس الزمالك في الاعلام واللي بيتقال في قناة الزمالك واللي ابنه بيقوله علشان يشغلوا الرأي العام وعشان يتسلط عليهم الاضواء. والمؤتمر الصحفي يوم الاحد كان احنا هنشتم فيه، بس انت تشتم لوحدك، انا مش هتشتم. لا هتتشتم ان شاء الله، هتتشتم. لا 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 انت بس الوحيد باذن الله هتتشتم، عشمي في الله كبير. المهم بقى ايه، رئيس نادي الزمالك النهارده لعب لعبه ذكيه قوي. حب يلبس اتحاد الكوره في الموضوع. راح قال لك احنا بعتنا جواب لاتحاد الكوره بخصوص مباراه السوبر. تمام. فطبعا انت كده بقى ايه، يجي لك تاويل ده بعد جواب لاتحاد الكوره عشان لو انا مش هسافر انا مش هلعب. ايوه برافو عليك. ايوه افكرنا دقين عصافير. لا مين بقى اللي مين بقى اللي قرا الليله؟ العطار المدير التنفيذي. قال لك ده انا بعت جواب لاتحاد الكوره، ممكن لو احنا ما قلناش ان احنا استلمنا الجواب يطلع بعد كده يقول لك ده انا بعت جواب قلت مش هلعب بس اتحاد الكوره ما بعتوش عرفني في الماتش. راح خارج بقى وليد العطار قال لك ايه؟ قال لك احنا استلمنا جواب من الزمالك ما فيهوش اعتذار عن مباراه السوبر الافريقي. حلو الكلام. الجواب اللي جالنا بيشرح فيه وجهه نظره من مساله سفر الفريق لقطر وانه خايف على اللعيبه. فقسوا. يعني وليد العطار كشف الليله وقال لك ايه؟ فقسوا. ما استلمتش جواب من الزمالك بيعتذر فيه عن السوبر الافريقي. ده الجواب اللي جالي بيشرح فيه وجهة نظره من خطورة سفر الفريق في قطر لقطر وانه خايف على اللعيبة وانه عنده شوية تهديدات قلقان منها، واحنا الجواب ده هنوصله للكاف اللي هو اصلا كان بعته مع القايمة. تمام. بعت مع القايمة بتقول انا عندي بعض الامور قلقاني مقلقة بالنسبة لي، بتبعت اتحاد الكرة تاني ليه؟ يبقى انت بعت الجواب ده لاتحاد الكرة عشان تورط اتحاد الكرة في اي موضوع بعد كده. لكن وليد العطار قراها وقال لك الزمالك ما بعتليش اعتذار عن المشاركه في مباراه السوبر، واضحه علني كده علشان يبرئ اتحاد الكوره من اي حاجه بعد كده او اي شيء يطرده. تمام. في المستقبل يبقى انت كده عندك الاتحاد الافريقي بيقول لك الزمالك ما اعتذرش، بعت لي القايمه وفي بعض الامور قلقاه بيقول لك مقلقه بالنسبه لي، هنقول له ما تعالى ما تخافش ما فيش اي قلق. وعندك وليد العطار مدير التنفيذي لاتحاد الكرة قال لك الزمالك ما اعتذرش، ده بيشرح وجهة نظره. بيشرح ايه؟ وجهة نظره في خطاب عايزنا نبعته للكاف. يبقى كل اللي بيعمله رئيس نادي الزمالك للشو الاعلامي واستهلاك وعشان يبقى ايه؟ متسلط عليه الاضواء هو ونجله اطول فتره. من الاخر، واحنا كنا فرضنا وقلنا من اسبوع انه قال لكارتيرون استعد لمباراه الترجي، انت هتلاعب الترجي مالكش دعوه بالايه؟ باللي انا بعمله في الاعلام. وانفردنا انه قعد معاه بعد مباراة دجلة وخد منه الاسم اللعيبة. تمام. فطبعا في مؤتمر يوم الحد قال لك هنتكلم فيه عن موضوع السوبر، وممكن يوم الحد يقول لك ايه لسه هندرس الموقف ويقول لك هنعمل مؤتمر الخميس. خلي بالك على فكره ما حدش بيروح من الصحفيين، كل اللي بيروح بعض الزملاء اللي بيغطوا النادي، وناس كتيره على فكره بتعرف ان هو بيقعد يشتم في الناس، ناس كتير بتشتري دماغها وما بتروحش.
لا اللي يروح يروح ما فيش مشكله، اللي عايز يروح يدور على الخبر. لكن انا بحكي لك ان ممكن يوم الاحد كمان يروح يقول لك ايه، طب هنأجل القرار بقى ليوم الخميس. وبعد يا بص اسمع، يوم الاحد هيتكلم عن ابو سنيده وعن العشرة المتآمرين مع أبو سنيدة وعن اللي عايزين يهدوا النادي وعن السحر وعن الشعوذة وعن الملايين اللي دفعها للضرائب والملايين اللي دفعها للتأمينات، وعامل زي إيه التاجر اللي لما يفلس يقعد يدور في دفاتره القديمة عشان يفهم الناس إن الأزمة المالية اللي هو فيها سببها الحاجات اللي دفعها للمجالس اللي قبله، اللي طبعاً ما اتكلمش فيها غير لما فلس، لما كان معاه 2 مليار 3 2 مليار جنيه ولا 3 مليار جنيه ما كانش فيه كلام في الأزمات، لكن لما خلص الفلوس ودمرها عامل زي التاجر لما يفلس يقعد يدور في الدفاتر القديمة. بس انت برضو ما قلتش اهم حاجة في المؤتمر. وهي ان انت هتشتم في المؤتمر. لا ده انا اساسي يا بيت، انا بص يا بيت انا انا راس الحربة، انا راس يعني انا زي المدير الفني، يبقى عنده لاعب جوكر يحطه وبعد كده يحط حوالي التشكيل. انا اساسي، انا اساسي ابو جعوره ابو صوت وحش ابو مش عارف ايه، اي كلام في اي كلام هبل في البطاطس يعني عادي الناس عارفاه ولا ليه اي لازمه ولا هو ولا كلامه. اديني بقولهم لك مقدما. بس انا زعلان، انا زعلان منه على اداؤه، مش عاجبني اليومين دول اداؤه. اداء لا بالعكس يا عم، ده عمال يرقص راي العام كل شويه يقول لك السوبر. لا 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 اداء لا والله لا وعامل جو. لا والله اداؤه مش عاجبني ومفقوس للناس كلها، وبدا يزق الحريم على الناس وتحس انه كبر. مش هو ده مرتضى اللي احنا واخدين عليه؟ يعني مرتضى اقوى من كده. يعني انا بصراحه بفكر في الانسحاب من المعركه لان مش لاقي منافس. بس انت لو انسحبت هو هيبدا برضه، هو موجود في المعركه، هو موجود الراجل، هو موجود في الاحداث، مش الاحداث حواليه الاضواء حواليه. ماشي بنا، هو راجل ذكي بيعرف يصنع الحدث ويعرف يجيب الاضواء حواليه. ماشي طب انا يعني شوف احنا بقالنا في موضوع الماتش السوبر ده بقالنا قد ايه؟ داخلين في شهر ونص ولا لا؟ صح. طيب يلا اللي بعده يا عم. في بقى لغط مهم جدا وموضوع مهم جدا برضه لا يقل اهميه عن موضوع السوبر، والتضارب في التصريحات. نجم رئيس النادي قال النهارده عبر الموقع الرسمي للنادي ان المحكمه الرياضيه في الاتحاد الدولي رفضت شكوى سويسري جروس. تمام. وما حكمتلوش باموال. وفي بعد هو قال التصريح ده، بعد كده اكتشفنا ان في تصريح في الصحافه السعوديه بقاله حوالي 24 ساعه بيقول ان جروس حصل على حكم بمستحقات ماليه من الزمالك. انا بس كنت عايز اتكلم في الموضوع ده بكره لاني تواصلت مع مترجم مستر جروس وعايديني بكره فصل الخطاب في هذا الموضوع من جروس نفسه. طب تمام، احنا كده عرضنا وجهه نظر نجم رئيس النادي وتصريحه اللي قال فيه ان هو امير مرتضى قال ان لم تنظر الشكوى، وابوه مع كريم حسن شحاته على قناه الزمالك اكد نفس الكلام. جروس سأل عكسه سواء معايا أنا والأستاذ أبو المعاطي أو سواء من 24 ساعة في الصحافة السعودية، فلما يحصل تضارب لازم نروح لصاحب الشأن ونجيب فصل الخطاب.